أعزائي المشاهدين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر من سويسرا من مدينة جنيف لوصول وفد الجمهورية العربية السورية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف للقاء المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورة. وقد وصل بالفعل الوفد برئاسة الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى مباحثات جنيف في الجولة الخامسة. إذن زملاء في الاستوديو، نعم، والآن نبقى مع زملاء في الاستوديو مشاهدي الأخبار. نعم، تحية لك رائف. إذن كما تابعنا بالصورة مشاهدينا، وصل وفد الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الجعفري طبعا إلى مبنى الأمم المتحدة لبدء فعالية هذا الاجتماع الثاني بطبيعة الحال مع وفد طبعا مع ديمستورا. إذن مشاهدينا، وصل كما قلنا وفد الجمهورية العربية السورية الآن إلى مبنى الأمم المتحدة لإجراء الاجتماع الثاني مع ديمستورا، هو الاجتماع الرسمي الثاني طبعا في مبنى الأمم المتحدة في هذه الجولة من جنيف، الجولة الخامسة من جنيف. الأمس بذات التوقيت كان هناك اجتماع لكل من ديمستورا ووفد الجمهورية العربية السورية. طبعا كما جاء في المؤتمر الصحفي للدكتور بشار الجعفري بالأمس، و أيضا للمؤتمر الصحفي ليدي مستورا بمساء الأمس، من المؤكد أن هذا الاجتماع سيركز على سلة مكافحة الإرهاب، هي ذات السلة التي تم النقاش حولها بالأمس في الاجتماع بين كل من ديمستورا ووفد الجمهورية العربية السورية. هذه السلة هي أولوية حقيقة لوفد الجمهورية العربية السورية انطلاقا من متطلبات الشعب السوري الذي يعاني من الإرهاب، والذي عانى في الأيام الماضية من تصعيد المجموعات الإرهابية المسلحة تحت لواء جبهة النصرة في دمشق وفي حماة. هذا التصعيد الذي استبق جنيف أيام وتزامن مع جنيف لتكون هناك ورقة رابحة بيد وفد الرياض طبعا الذي تبنى هذا التصعيد واحتفى حقيقة بما تحققه الإنجازات أو ما تحققه هذه المجموعات الإرهابية من إنجازات من وجهة نظرهم. معاناة الشعب السوري والإرهاب بحق الشعب السوري هو إنجازات حسب توصيفهم حقيقة، وهذا ما عبروا عنه بالمؤتمر الصحفي بالأمس. أتحدث عن وفد الرياض رائف. نعم رنا، يعني هل رشح أي معلومات حول الفترة التي سوف يقضيها ديمستورا في الأردن لحضور القمة العربية؟ يعني من سوف يتولى عمليات المباحثات؟ هل ستكون مع مساعده؟ هل ستتوقف المباحثات؟ أي شيء رشح حول نعم هذه الفترة التي سوف يقضيها ديمستورا في منطقة الشرق الأوسط؟ بالأمس ديمستورا بمؤتمره الصحفي تحدث عن هذا الموضوع، قال وجهت له دعوة لمواكبة القمة العربية. سيغادر جنيف يوم الاثنين، سيتغيب عن الاجتماعات، سيحل محله رمزي عز الدين رمزي، سيعود إلى جنيف يوم الثلاثاء لاستكمال هذه المباحثات وهذه الجولة من جنيف رائف. هذا ما أكده ديمستورا حقيقة في مؤتمره الصحفي بالأمس. نعم رنا، كان الاجتماعات قد بدأت مع مساعد ديمستورا رمزي عز الدين رمزي، ولكن هل كانت هي اجتماعات فقط تمهيدية أم كان هناك حديث جدي في السلات المطروحة حول الجولة هذه من جنيف؟ حقيقة رائف هي اجتماعات تمهيدية فقط، كانت اجتماعات تمهيدية وهكذا وصفت من قبل ديمستورا ومن قبل الجميع بأنها تمهيدية بسبب غياب ديمستورا أو تغيب ديمستورا عن اليوم الأول حسب قوله، لأنه كان في جولة في أنقرة في موسكو، أيضا في سبقتها في الرياض. قال ديمستورا بمؤتمر الصحفي عن هذه الجولة لإشراك دول إقليمية وامتزاج رأيها حول الأزمة السورية وإلى أي حد يمكن أن تساعد في إيجاد حلول وإنجاح هذا المسار حقيقة رائف. قال ديمستورا بأنه هناك رغبة حقيقية بإنجاح هذا المسار، نرتقب حقيقة عمليا أن تكون هناك تطبيقات عملية لهذه
التصريحات أو تتبع هذه التصريحات لهذه الدول أو بعض هذه الدول لرائف، وهذا يتجلى فقط بإيقاف الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة وإيقاف إصدار تعليمات لهذه المجاميع الإرهابية المسلحة للتحرك والتصعيد ضد الشعب السوري رائف. مراسلة الإخبارية السورية من جنيف لمحادثات جنيف 5، أشكرك جزيل الشكر. ولكن رائف اسمح لي رائف فقط تفضل. رائف إذا كنت نعم إذا نعم. كنت تسمعني نعم فقط حول جدول الأعمال اليوم، كنا قلنا في رسالة سابقة بأنه الاجتماعات هي هذا الاجتماع مع وفد الجمهورية العربية السورية في الساعة 3 بتوقيت جنيف، هناك اجتماع مع وفد الرياض أيضا في الساعة 5:30 من هذا اليوم، هناك اجتماع لديمستورا مع منصة القاهرة وموسكو رائف، طبعا كل منصة على حدة سيكون هذا الاجتماع. بعد ذلك سيكون هناك مؤتمر صحفي لديمستورا كالعادة يجمل به كل النشاطات والاجتماعات التي تمت خلال اليوم. نعم رنا، بطبيعة الحال سوف نكون معك في أي جديد يطرأ على هذه الجولة من المباحثات في جنيف. مراسلة الإخبارية السورية إلى جنيف رنا إسماعيل، أشكرك جزيل الشكر.